الأولى كاملة يوصل بهذه الرسالة والمقاومة على الأجداد. المظاهرات اليوم عندنا هذه المناسبة عن مظاهرات. مظاهرات ديسمبر. في مظاهرة 11 ديسمبر التاريخ مشرفة. أن المنظمة الوطنية للمجاهدين مكتبون تبران. من تحت مجاهد ولوجان مجاهد لا تما هو المهم مجاهد معاك هو مجاهد معاك هيا بسم الله صحيت تما ثاني وحده بيان سو نبداو عمل التشجيع اليوم رانا في ديك 11 ديسمبر 1967 هذا النهار التاريخي اللي هو خلى الاستعمار يعني في حيرة ما كانش يقارب لي الشعب الجزائري بلي شعب واحد شعب واحد ولا رجعته في التحرر تاعه مهما كان دوره السجون الموت العذاب ولكني الشعب الجزائري دا موقف لا رجعته الى استقلال الجزائر لهذا احنا نتمنوا بلادنا ونخلوا وصايا للجيل اللي ورانا احنا هذه البلاد هذه حافظوا عليها ما تقول لها الشهداء ما تقول المجاهدين وبلاد ما خافوش عليه لانها مسقيه بالدم الشهداء الا ان نسلط الضوء على هذا الحدث المفصلي في تاريخ الثوره الجزائريه الذي يبين على المظهر الشعبي للثوره التحريريه مظاهرات ديسمبر 1960 طبعا المظاهرات هذه كما هو معروف شاركت فيها شرائح مجتمعيه كثيره من بينهم تلاميذ وشباب وحنا باش نبينوا للجيل ان الاسلاف هم الاخرون شاركوا في تقرير المصير لان المظاهرات هذه كانت عباره عن استفتاء شعبي وبين الشعب الجزائري تمسكه بالقضيه الوطنيه تمسكه بجبهه التحرير الوطني كممثل شرعي وحيد له وجعلت الجنرال ديغول يقف على الحقيقه التاريخيه الحقيقه التي لم يرضى بها المستوطنون وجعلت الجنرال ديغول يتوجه يعني بجديه في المفاوضات مع جبهه التحرير الوطني هذه المفاوضات طبعا التي افضت الى الاستقلال المهم المناسبه تاع 11 ديسمبر 1960 هي من معلم من معالم المقاومه الجزائريه الكبرى وهي كانت صفعه للاستعمار الفرنسي تكوين مهني متخصص هنا في وهران في الحمري باش نكونوا مع صينا مع الشباب باش نعلموهم على الجزائر باش كل نذكروهم على التضحيات الجليله تاع المجاهدين تاع الشهداء تاعنا وتكون ملحمه بين الجيال تاعنا ومن المجاهدين يكونوا هنا باش ما ننساوش العلم احنا الهدف تاعنا هو العلم الهدف تاعنا هو الجزائر الهدف تاعنا انه الاجيال هذو ما تروحش مكان اخر الشرف اليوم اننا استضفنا مجموعه من المجاهدين وعلى راسهم ابنه المجاهد خريس بوجمعه من اجل احياء ذكرى 11 ديسمبر 1960 التي كانت تحت شعار الجزائر الحره وهذا من اجل ايصال رساله لابنائنا وبناتنا المتربصين الا وهي الجزائر الحره الجزائر ابيه الجزائر بابنائها وعندها حكمه يتمشى بها يقول لك الجزائر نخله واللي يخدعها يخلع ونقول للشباب يقول لك اللي ما عنده ماضي كالشجر اللي ما عندها جذور ما تطور والشباب نتاعنا الحمد لله عندهم جذور تاريخ قوي يشرف